أهلا بكم مشاهدينا. ما زالت الصحافة الرياضية تعيش أصداء الفرحة المشروعة بتتويج الأحمر بطلا لخليج 23، فقد حظيت بعثة منتخبنا يوم أمس باستقبال الأبطال، كما حظي المنتخب الوطني باهتمام كافة وسائل الإعلام ليتصدر مجددا عناوين الصحافة لهذا اليوم. ومن أبرزها: أبطالنا يحتفون بإنجازهم وسط جماهيرهم في ليلة لا تنسى. الرشيدي صاحب كلمة السر في تفوق الأحمر. لوهيبي علينا ترجمة الإنجاز والعمل بجد للاستحقاقات المقبلة. رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ ويشيد بأداء منتخبنا. كانو الكابتن الإنسان حرص على إسعاف المصابين وتناسى التتويج. وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم بطل خليج 23 إلى أرض الوطن على متن إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني، وتضم اللاعبين والجهازين الفني والإداري للمنتخب. صحيفة الرؤية تابعت استقبال الأبطال فخرجت بعنوان تقول فيه: استقبال الأبطال. وأكد معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني أهمية الإنجاز الرياضي للمنتخب الوطني الأول والذي يعكس تطور المنظومة الرياضية في السلطنة، وأعرب معالي عن سعادته وبهجة الجمهور العماني بهذا التتويج، مشيرا إلى أهمية استمرار تقديم هذه المستويات العالية التي تسهم في تحقيق الإنجازات الرياضية بشكل عام والكروية بشكل خاص. نبقى مع استقبال الأبطال، ولكن مع صحيفة عمان التي أبرزت ما جاء في الحفل البهيج يوم أمس فخرجت بعنوان تقول فيه: عمان تزف أبنائها اللاعبين من المطار إلى مجمع بوشر، حيث أقامت وزارة الشؤون الرياضية احتفالية كبيرة بهذه المناسبة بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مساء أمس السبت بحضور رسمي وشعبي كبيرين، حيث امتلأت مدرجات المجمع وتوجه أبطال منتخبنا الوطني بعد استقبالهم بالمطار نحو مجمع السلطان قابوس الرياضي مباشرة للاحتفال مع جماهير الأحمر بالإنجاز الخليجي، حيث تم نقل النجوم في باص مكشوف وعبر مسيرة منظمة حتى الوصول إلى المجمع، واصطفت مجموعة من الجماهير في الشارع العام بانتظار نجوم الأحمر ومرافقتهم بالمسيرة إلى المجمع. أمسية الأمس لا تنسى، فقد رسم نجوم الأحمر البسمة على شفاه الجماهير. صحيفة الشبيبة بدورها تغنت بما حققه الأبطال فخرجت بعنوان تقول فيه: الكأس في وطن السلام. وأشارت الصحيفة إلى حرص الجماهير على مشاهدة كأس الخليج في مجمع بوشر يوم أمس والاحتفاء مع نجوم الأحمر باللقب الغالي وسط أهازيج اعادت للأذهان مشهد التتويج بلقب خليج 19. صدى استقبال نجوم المنتخب لم يقتصر على الصحف المحلية فقط، فقد وصل إلى الصحف العربية أيضا، فكان هو العنوان الأبرز لصحيفة الشروق القطرية التي عنونت تقول: استقبال مهيب لأبطال الخليج. وأشارت الصحيفة إلى حجم الاستقبال الرسمي والشعبي لأبطال خليج 23 وما رافقه من أجواء احتفالية عاشتها السلطنة منذ إعلان الأحمر بطلا لبطولة خليج 23، كما أشادت بالدعم الذي حظي به منتخبنا الوطني معنويا وماديا، وهو ما يعد حافزا مهما لتحقيق المزيد من الإنجازات. وهذا أيضا ما أكدته صحيفة الرأي القطرية فخرجت بعنوان تقول فيه: الأبطال في عمان آخر سلطنة. فقد أشارت الصحيفة للانعكاسات الإيجابية لهذا الاستقبال لدى اللاعبين لمواصلة العطاء وحصد المزيد من البطولات. وبدورها أشادت صحيفة الشبيبة بعزيمة وإصرار نجوم منتخبنا الوطني، فأعادت وصف اللقاء النهائي على طريقتها الخاصة فعنونت تقول: عماني والبطولة بدمي. وأشارت الصحيفة إلى التقلبات الدراماتيكية في اللقاء من فرص مهدرة وبالجملة لصالح منتخبنا إلى ركلة جزاء ظالمة في قبل نهاية اللقاء بدقيقتين، نجح فايز الرشيدي بردها وصولا إلى ركلات الجزاء الترجيحية، وتألق الرشيدي بالتصدي مجددا لركلة جزاء عمر عبد الرحمن، ونجاح محسن جوهر في تسديد ركلة جزاء التتويج.
تلقى اتحاد كرة القدم تهنئة خاصة من الاتحاد الدولي عقب فوزه بلقب بطولة خليج 23. هذا ما أكدته صحيفة عمان التي نقلت أيضا تصريحات رئيس اتحاد كرة القدم سالم الوهيبي، والذي أكد من خلالها على أن العمل بدأ فعليا للاستحقاقات القادمة. نتابع. أبدى سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة سعادته بما تحقق في خليج 23، وقال: أنا فخور بما حققه اللاعبون من نتائج في خليج 23، وسعادتي لا توصف بهذا اللقب الذي جاء نتيجة عمل وجهد على مدار عام بفضل إخواني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والذي كان من أولوياتنا بأن يستعيد المنتخب بريقه المعهود، ولذلك من خلال آليات متعددة تضمنت تجهيز منتخب وطني قادر على المنافسة الخليجية والقارية. وأكد الوهيبي أن الفوز بكأس الخليج يجب أن لا تنسينا المرحلة القادمة التي ستكون بحول الله تعالى مرحلة مهمة في مسيرة الاتحاد، وسنعمل من القاعدة بعد إن نسيناها في الفترات الماضية، وسيكون لنا مبدأ الإحلال في المراحل السنية وليس من خلال الدوري فقط. وأضاف بأن هناك الكثير من الملفات المهمة والحيوية في كرة القدم تخضع إلى التقييم والدراسة خلال المرحلة القادمة، من أهمها دور المحترفين الذي يخضع الآن لمرحلة التقييم، وسنعمل مع الحكومة في كيفية تطويره لزيادة الناتج منه وتقييمه في كل مرحلة من خلال بيوت خبرة عالمية، إضافة إلى العمل بجد من أجل تطوير المسابقات المحلية وبما يخدم أهداف المرحلة المقبلة. وقال الوهيبي: إننا نرحب بكل الآراء والمقترحات لتطوير اللعبة، بل وننتهج سياسة العمل بالفريق الواحد، وهو الذي انتهجناه خلال الفترة الماضية، ونتقبل النقد بصدر رحب، وكان تعاملنا مع جميع الإعلاميين بشفافية مطلقة، لأننا نعتبر الإعلام المرآة الصادقة للعمل والتقييم والإصلاح. ولعل التكاتف والتعاضد في خليج 23 بين الإعلام كان عاملا مهما ومساهما فيما تحقق، وتحية تقدير وشكر لهم على وقفتهم مع المنتخب الوطني طوال البطولة. كما هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منتخبنا، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس التطور المتنامي في مستوى كرة القدم العمانية، ويؤكد مكانتها المتميزة على الساحتين الإقليمية والقارية. صحيفة الأيام البحرينية نقلت التهنئة فعنونت تقول: سلمان بن إبراهيم يشيد بالإنجاز العماني وينوه بنجاح الكويت في جمع شباب الخليج. وأشاد معالي سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالعروض الفنية القوية التي قدمها المنتخب العماني على امتداد منافسات كأس الخليج، منوها بروح الإصرار والعزيمة الصلبة التي أظهرها لاعبو المنتخب العماني في مختلف مباريات البطولة، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق اللقب. على خطى الأمين علي الحبسي سار فايز الرشيدي واثق الخطى، فكان كلمة السر في فوز منتخبنا الوطني بلقب البطولة. صحيفة الشبيبة أبرزت دور الرشيدي فعنونت تقول: فايز الرشيدي سوبرمان الكرة العمانية. الرشيدي الذي كان أيضا العلامة الفارقة في تتويج منتخبنا العسكري ببطولة العالم، واصل تألقه باقتدار وبكل جدارة، حافظ على نظافة شباكه طوال البطولة، وتحديدا بعد أن تلقى هدفا في مباراة الافتتاح جاء من ركلة جزاء، لكنه في الختام وأمام المنتخب الإماراتي تصدى لركلة جزاء وأخرى ترجيح، وهذا ما جعله بعين النقاد أفضل حارس مرمى في البطولة في استطلاع أجرته صحيفة عمان، فخرجت بعنوان تقول فيه: خبراء فايز يستحق لقب أفضل حارس ومشاهد فرح لا تنسى. ووفق الصحيفة فقد أجمع الخبراء على أن الرشيدي يستحق جائزة أفضل حارس، والتي ذهبت إلى حارس مرمى المنتخب الإماراتي، ويستند الخبراء بذلك لأن الرشيدي تمكن من التصدي لركلة جزاء في الوقت القاتل من عمر المباراة النهائية، كما تصدى لركلة ترجيح هي الأخيرة للمنتخب الإماراتي. ما قدمه منتخبنا الوطني اعتبره الإعلامي العراقي إياد الصالحي درس من دروس كرة القدم، وطالب الاتحاد في بلاده بالاستفادة من تجربة الأحمر، وذلك في مقاله المنشور على صفحات المدى. نتابع. ودعت الكويت ضيوفها وأسدلت دورة كأس الخليج الستار على النسخة 23 بفخر،
وهي ترى تنظيما متكاملا باستثناء بعض الهنات فاق التوقعات بعدما كلفت الدولة الشقيقة بإقامتها في ملعبي جابر والكويت خلال 10 أيام، فبانت خبرات الرجال لهكذا مهام وطنية أثبتوا خلالها أنهم على قدر المسؤولية ليضيفوا منجزا آخر تزامن مع رفع الإيقاف الدولي من قبل الفيفا ودشنوا عام 2018 بنجاحين ولا أروع. وفي خضم الدروس الفنية المؤشرة على المشاركة العراقية بعد خروج منتخبنا الوطني من الدور نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، يسعى البعض لاستنساخ ورقة خذ العبرة في تقييم نتائج الأسود والملاك التدريبي، والتي غالبا ما تدون فيها نصائح روتينية يتكفل الزمن بفضح مضامينها لتبقى الأخطاء الفادحة تدين المقصرين الذين تسببوا بضياع الكأس الرابعة في أيسر جهد قدمته الفرق المشاركة بعناصر من الخط الثاني. نعي الحرص الكبير الذي يبديه المدرب باسم قاسم في عمله من خلال متابعتنا لمسيرته مع الأندية والمنتخب الوطني، وندرك جيدا أسباب إعلانه الرغبة في فك ارتباطه بالمهمة الوطنية من خلال التسوية بينه وبين الاتحاد بانتهاء دورة خليج 23، لأنه وجد نفسه يؤدي عملا مدفوع الأجر بإمكان أي مدرب تأديته، طالما أن الاتحاد غير جاد في مختلف ظروفه إلى تأسيس مشروع بناء منتخب وطني يصلح للرهان عليه للظفر ببطاقة مونديال قطر 2022. إن تجربة المنتخب العماني بطل كأس الخليج 23 شكلت ظاهرة نموذجية في صناعة منتخب الأحلام بعد أن فسرها الاتحاد العماني لكرة القدم أثناء جلسة صريحة تستنهض روحية الأحمر عقب إخفاقاته المتوالية، فاختار 5 لاعبين بينهم حارس ليكونوا العمود الفقري للفريق نظرا لأعمارهم وخبراتهم وتمرسهم في البطولات الكبرى، وهم الحارس البطل فايز الرشيدي صاحب 29 عاما، سعد السهيل 30 سنة، أحمد كانو 32 سنة، محسن جوهر 29 عاما، وسعيد سالم 31 عاما. علما هناك 8 لاعبين سحبوا من نادي السويق لأهميتهم ولم يعترض ناديهم أو يشكو، بل العكس تضافرت جهود الجميع من أجل إعلاء راية وطنهم. مثل هكذا تخطيط ناجح يجب أن يكون محط اهتمام اتحادنا ولا يبالي للأصوات المعارضة هنا أو هناك، لأن بالنتيجة هو من يدفع الثمن. مبارك للمنتخب العماني لقب الخليج، وحظ كبير للمنتخب الوطني في إدراك خواتيم المشاركات على خطى الشقيق. بحمد الله وبفضل جهود المسؤولين في الكويت تماثل عدد كبير من المصابين في ليلة تتويج منتخبنا للشفاء وغادروا مشافي الكويت. صحيفة الأنباء الكويتية تابعت فعنونت تقول: المبارك توفير سبل الراحة للأشقاء العمانيين. حيث قام سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أمس بزيارة تفقدية للمشجعين العمانيين المصابين إثر حادث التدافع الذي حصل مساء أول من أمس الجمعة في استاد جابر الأحمد الدولي، وذلك للإطمئنان على صحتهم، وأمر سموه بتوفير سبل الراحة والعناية الكاملة لهم. أصداء البطولة وتتويج الأحمر ونجاح الكويت في التنظيم كان محل اهتمام الكاتب فؤاد العطوان، وذلك في مقاله المنشور على صفحات الأيام البحرينية. نتابع. ندخل مباشرة في صلب موضوع المباراة الختامية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم رقم 23 التي أقيمت يوم أمس الأول بين منتخبي الإمارات وعمان على استاد جابر الأحمد الدولي في أمسية كروية تاريخية لا تنسى أبدا، حيث أصبح هذا الختام فخرا لكل الرياضيين الخليجيين لا من حيث المستوى الفني فقط، وإنما من حيث الحضور على مستوى القادة الرياضيين والجماهير الذي فاق الخيال والتصور والذي وصل ل60,000 متفرج. نعم لم يعد الحلم مستحيلا في عالم الساحرة المستديرة، ومنتخب عمان الرائع بشبابه الواعد الموهوب المستمع للأجهزة الفنية والإدارية بالشكل المطلوب استحق الكأس للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد فوزه على المنتخب الإماراتي الخبرى عبر ركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتان الأصليان والإضافيان بالنتيجة السلبية، بملحمة خرافية بكافة نجومه وعلى رأسهم السر المثير المتألق السد المنيع حامي عرين فايز الرشيدي
الذي تصدى لركلتي جزاء عمور الإمارات ليهدي اللقب الثمين للسلطنة. نبارك أولا لأمير الكويت بنجاح تنظيم العرس الخليجي، ومن ثم نقدم تهانينا لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعبا على هذا الإنجاز الرياضي وفوز منتخبه بكأس خليجي 23، ونقول للإمارات الحبيبة قيادة وشعبا هارد لكم لمنتخبكم الأبيض الذي أدى بطولة رائعة من الناحية الدفاعية، وكان الوحيد الذي لم يسكن مرمى أي هدف على الإطلاق، في إشارة لبداية مرحلة جديدة للكرة الإماراتية. ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما حصل من إصابات بسيطة إثر حادث سقوط الحاجز في أحد مدرجات استاد جابر الدولي، وذلك بعد تدافع الجمهور العماني تفاعلا مع لاعبي منتخبهم المتوجين بلقب خليجي 23، حيث تعامل إخواننا الكويتيون بحرفنة مع هذا الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى للإطمئنان عليهم. فشكرا للكويت ومليار الحمد لله على السلامة للجمهور العماني. أعلن المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة الإماراتي عن تشكيل لجنة تحقيق فورية بعد تناقل الشارع الرياضي لتغريدة الإعلامي يعقوب السعدي، متحدثا عن تجاوزات من قبل لاعبي المنتخب قبل لقاء نهائي كأس خليجي 23. هذا ما أكدته صحيفة الاتحاد فخرجت بعنوان تقول فيه: ابن غليطة تشكيل لجنة للتحقيق في تجاوزات بعض اللاعبين. وأكد ابن غليطة أن زمن المجاملة قد ولى ولن ينفع نجومنا الكبار، لأن الشارع الرياضي أصبح أكثر خبرة وفهما للواقع الرياضي، مشيرا إلى أن اللاعب المخطئ سينال عقابه الفوري في حال ثبوت الخطأ، لأن ذلك مبدأ من مبادئ العمل الذي يسير عليه الاتحاد بكل شفافية. بدأ منتخب الإمارات عليلا هجوميا ودفاعيا في خليجي 23، هذا ما دفع رياضيين إلى مطالبة اتحاد الكرة باتخاذ قرارات جريئة لمعالجة الأخطاء في المرحلة المقبلة، وهذا ما بينته صحيفة الرؤية الإماراتية فخرجت بعنوان تقول فيه: مطالب بقرارات جريئة تنقذ الموقف. وادعى الرياضيين اتحاد الكرة الإماراتي إلى الكشف عن النجوم الذين يرون أنفسهم أكبر من المنتخب واستبعادهم، بحسب ما ذكر رئيسه مروان بن غليطة في تصريحات إعلامية عقب خسارة منتخب الإمارات لنهائي خليجي 23 أمام عمان الجمعة بالضربات الترجيحية، إضافة إلى الكف عن المجاملات في اختيار قائمة المنتخب الإماراتي. أشارت صحيفة المدى إلى جاهزية العراق لاستضافة خليجي 24 فعنونت تقول: البصرة جاهزة لخليجي 24 والكويت ظلمت حسين علي. وأضافت الصحيفة: هدف خليجي 23 علي حصني الذي أشاد بمنتخبنا الوطني، حيث قال: المنتخب العماني استحق التتويج لأن رجاله كانوا مثابرين ولم ننل منهم الخسارة التي تلقوها في المباراة الأولى من المنتخب الإماراتي في افتتاح مشواره، حيث قدم الشباب الذين يلعبون لأول مرة في هذه الدورة مستويات رفيعة أبهروا فيها الجماهير التي احتشدت في ملعب جابر الأحمد الدولي، وكسبوا الثقة بأنهم جاءوا إلى الكويت من أجل العودة إلى العاصمة العمانية مسقط محملين بلقب جديد. مع ختام بطولة خليجي 23 نختم مع ما سطره الكاتب مطلق نصار في عموده على صفحات الرأي الكويتية، والذي أشاد من خلاله بحسن التنظيم وبما قدمه منتخبنا. نتابع هذا التقرير: انتهت بطولة خليجي 23 لكرة القدم، انتهى العرس والمهرجان الفريد من نوعه، اختتمت أجمل بطولات كأس الخليج، تخطينا الحواجز والظروف والعقبات، وتفوق أبناء الكويت على أنفسهم وحصدوا إشادات وشهادات تفوق بامتياز مع مرتبة الشرف من كل المسؤولين والنقاد والمحللين والبرامج الرياضية والجماهير من كل الدول المشاركة. الجميع انبهر بعزيمة أهل الكويت وبروح المبادرة من قبل شبابها والتفاف شعبها لإنجاح بطولة كانت السبب الرئيسي فيما تشهده الرياضة الخليجية من تطور وتفوق ورقي وريادة.
لم تكن لتقام البطولة لولا إرادة وتصميم طويل العمر صباح الكويت حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فهو الملهم والركيزة الأساسية التي انطلق من خلالها كل أطياف الشعب لتنظيم البطولة الحلم. هو من قام بأولى خطوات رفع الإيقاف، وهو من أعطى تعليماته بتسخير الإمكانيات كافة لتنظيم البطولة في وقتها ومن دون تأجيل أو إبطاء، وهو من وفر كل الدعم المادي والمعنوي ليفرح شعوب منطقة الخليج. إنه أمير الإنسانية ولا غيره، هو شيخ الشيوخ بناصر، هو أبونا وعزنا وفخرنا، فله منا كل الشكر من قلب كل كويتي وخليجي. للمرة الأولى في تاريخ بطولات الخليج يخرج منتخب البلد المضيف من المنافسات مبكرا، وعلى الرغم من ذلك يستمر توافد وتواجد جماهيره بهذه الكثافة في المدرجات حتى خيل لنا في المباراة النهائية وكأننا في كأس العالم. لن نبارك لمنتخب عمان تتويجه وهو يستحق اللقب عن جدارة، ولن نقول للمنتخب الإماراتي والمنتخبات الشقيقة الأخرى هارد لك، لأن الفوز الحقيقي هو هذا التواجد والتجمع الفريد من نوعه وفي توقيته على أرض أبونا صباح وطن النهار. هي بطولة وانتهت، ونتمنى أن تصل الرسالة الحقيقية منها بأن الرياضة تجمع وتوحد وتزيدنا حبا وقربا. هي رسالة حب إلى قادتنا. ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى فقرة الكاريكاتير وعدسة الصحيفة، حيث نترككم مع هذه الباقة المختارة. أظهرت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقائد منتخبنا الوطني أحمد كانو المتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وقد رمى بجائزته ليحمل أحد المصابين جراء سقوط الحاجز الزجاجي في استاد جابر الجمعة. ما يحمله هذا القائد الإنسان من خلق رفيع وحب إيثار الغير على نفسه؟ نتابع. هذه هي اللقطة المعبرة، حملت الكثير من معاني القيادة، فهكذا هم الأبطال الحقيقيون الذين يثبتون أنهم أصحاب مواقف نبيلة. وقد أوصل اللاعب رسالة مهمة مفادها أن القائد ليس فقط من يتواجد في أرض الملعب، بل إنه القلب النابض والقدوة والمثال الذي يحتذى به. أثبت كانو أيضا أن دور القائد يكون في أوجه داخل الملعب ليصبح المدرب الثاني، خصوصا عندما تدخل شخصيا لمنع الحارس فايز الرشيدي من تسديد ركلة الترجيح الحاسمة أمام الإمارات، وتمسك بالترتيب المحدد سابقا أن يسدد الركلة محسن جوهر. عندما سئل كانو عن تمسكه بهذا الأمر قال أنه تذكر خليج 17 في الدوحة بعد أن سدد على الحبس الركلة وأضاعها ليضيع معها الحلم العماني، وحرص كانو أول من أمس على مخاطبة فايز وأنه منعه من تسديد الركلة لحمايته بعد أن تفوق في البطولة، خصوصا في النهائي الذي صد ركلتي جزاء للإمارات عن طريق عمر عبد الرحمن ليثبت مجددا أنه قائد محنك. كانو الذي قاد المنتخب إلى اللقب الثاني في مسيرة أبناء عمان أوصل رسالة للجميع تتضمن حكمة تقول
أن الإنسانية تسمو فوق كل شيء، وأن منظر حمل الطفل الصغير هو منظر يغنيك عن أي تعبير لفظي. ورغم أن الجائزة ذات قيمة معنوية عالية وستبقى لها ذكرى خصوصا في مسيرته الكروية، إلا أن هذا الموقف سيظل عالقا في أذهان الكثيرين، وقد يطغى على أي جائزة يحصل عليها اللاعب مستقبلا. بهذه الصورة مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام برنامجكم اليومي عناوين، على أمل أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى في عناوين جديدة تحملها الصحافة المحلية والعربية والعالمية. دمتم بحفظ الله مشاهدين الكرام، إلى اللقاء.